عاشت على أجيال وانتظرت أجيال وستحمل توميسون لودي لمزيان والله غير رانا فرحانين بهذا الفوز بهذا الانتصار ونهدوا هذا النجم البابة بلال بن حموده وبلال بن حموده والحمد لله والعقوبه الماكثر ان شاء الله. عشنا على صبنا بصح فرحنا الحمد لله يا ربي الحمد لله ومبروك عليهم وشحال وحنا نستناو فيها اليوم الحمد لله يا ربي. التدويج جاب صعوبه اخويا بريمي ميطو دخلوا شويه خايفين والضغط عليهم للجوار مي هذه المباراه سيروا المباراه حتى الدقيقه الاخرى وجات النجمه. السلام عليكم خاوتنا مبروك علينا وصح نقول لك شوف الببليك يا خو داير حاله الله يبارك مربوحه والعاصمه ديالنا وان شاء الله فيها خير وكل عام وحنا بخير والجزائر كامل فرحت والعقوبه ان شاء الله ليكم كاع.